حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامج السحور العراقية. رمضان مبارك وتقبل الطاعات. فريق العمل اليوم راح يعيش أجواء السحور مع الأبطال من منتسبي مديرية النجدة النهرية في بغداد. هذا البرنامج برعاية كلية التراث الجامعة. رافقونا. هذا البرنامج برعاية كلية التراث الجامعة. مشاهدينا الكرام، مثل ما تحدثنا في سحور العراقية، اليوم راح نعيش أجواء مع الأبطال من مديرية شرطة نجدة النهرية في بغداد. حياك الله سيادة العميد، عميد نزهان علي، مدير شرطة النجدة النهرية. حياك الله ورمضان كريم. حياك الله ورمضان كريم على الجميع. الله يحفظك. الله يسلمك. سيادة العميد، خلينا نعيش وياكم أجواء السحور العراقية. نريد نعرف نجدة النهرية، عملها، جهودها، الخدمات اللي تقدمها اليوم. حياكم الله بمديريتكم، مديرية الشرطة النهرية. خدماتها معروفة للمواطن، هي أسوة ببقية الدوائر الخدمية اللي تقدم خدمة للمواطن، أما بشكل خاص فهي تختصر عملها في داخل النهر. نعم. يعني الخدمة اللي تقدمها احنا كنجدة نهرية فقط في داخل النهر، والحفاظ على مقتربات الجسور، الحفاظ على الثروة السمكية، أيضا نشارك بمنع تسلل الإرهابيين داخل النهر، والحفاظ على يعني ضفاف النهر بشكل عام، يعني خلال مدينة بغداد بالكامل. طيب، كرخور صافة عمل؟ نعم نعم نعم، مديرية قسم الشرطة النهرية هو خاص ببغداد بشكل عام. طيب، أكيد أكو غرفة عمليات كاملة؟ نعم، كاملة بينكم وبين الوزارة أو بين الشرطة؟ نعم نعم، احنا من ناحية الحركات نرتبط بعمليات بغداد. من ناحية السيطرة ارتباطنا يكون بالسيطرة المركزية اللي هي خلال الأجهزة المتواجدة بكل نقطة قريب من الجسور. ترتبط المواطن يتصل بال104، يعني نفس عمل الدوريات اللي بالشارع هو نفس اللي عازجينه، وندي له الخدمة اللي يطلبها. طيب، ممكن نتجول؟ نعم، جولة نهرية. نعم نعم، حتى نعيش أجواء أكيد حتى تعرف شنو عملنا وطبيعة عملنا والخدمة اللي نقدمها للمواطن بشكل عام. شباب قواكم الله، كنا نتوجه نعيش أجواء رمضان وأجواء عملكم، وشنو الواجبات اللي تقدموها في شهر رمضان؟ واجباتنا هي يعني فقط راح تزيد خلال شهر رمضان، يعني راح يصير طيب بشكل مكثف، يعني مو مثل الأيام العادية. نسولف، خلينا نصعد القارب ونسولف حتى أكيد خلال تجوانا. أكيد طيب أكيد. مشاهد الكرام، رافقونا في جولة سحور العراقية مع الأبطال من مديرية شرطة النجدة النهرية، خليكم ويانا. علي خلف، حياك الله. فوق الغواص علي خلف جاسم، حياك الله. شلونك؟ حياك الله. شو اخبارك؟ الحمد لله. كيف الاحوال؟ رمضان كريم الجميع ان شاء الله. ان شاء الله بخير. الله يبارك فيك. تعبان اشوفك. لا والله، ليش تعبان؟ شلونكم يا جو رمضان؟ بس مو البدله حاره. ها الله يسعدك. شلونكم يا جو رمضان؟ والله الحمد لله. شو اخباركم؟ والله ماشي، بعد ما بالشوا ويانا يعني الحوادث. اي والله بعد لحد الان؟ لا لا، الحمد لله. ما الحمد لله. اكيد اكو تواصل دائما يكون مع المواطنين. طبعا هو احنا اتصالنا مباشر يعني ويا المواطن. احنا هسه هذا مكان يعني مثلا سامح الله انتحار او شيء او هذا، اكو مواطنين يعني يجون يبلغوننا هاي حاله مباشره. اي مرات مثلا يصير اكو مثلا هذول يحاولون ينتحرون، يجينا اخبار يا اما عن طريق المرور اللي موجودين او على المفارز الشرطه اللي موجود دوريات مال نجد. نعم، يعطونا اخبار واحنا جاهزين يعني بكل دقيقه، جاهزين كلها. طيب، دورك جهدك اكيد خطر جدا. طبعا يعني قصدك بعملنا لو بداخل النهر؟ بالعمل داخل النهر. يعني داخل النهر هواي مشاكل، يعني المي اول شيء رؤيه معدومه به، يعني ليش ما به؟ هو الترسبات يعني مناطق طينيه اللي يمر بها فتنعدم به الرؤيه، يعني 0%. يعني تلاقيك اسلاك شائكه، تلاقيك ابنيه قديمه جوا، سيارات او شيء، قطع مال جسور. اي والله هواي هواي، وعندنا غواص مات بالجو. الله اكبر. اي والله. عايش وقت
يعني قبل فترة بداية السقوط. وين بها منطقة بالتحديد؟ بالمسيب، كهرباء مال المسيب. نعم. هو شغلنا يعني بيه خطورة هواية، بس احنا يعني الله يحافظنا. الحمد لله. الحمد لله. شلون اليوم المواطن أكيد توجهوا له كلمة، تكون علاقتكم مع المواطن والتحذيرات للمواطن؟ والله احنا هو من يبدي موسم الصيف يعني دورياتنا تصير يعني مو مثل الشتاء. بالشتاء يعني بتعرف ماكو حركه مال سبح، بس حركه صيادين او شيء. طيب. بس بالصيف هو يعني بنطلع مثل هذول الاطفال اللي يسبحون هذا نمنحهم. سكو حالات مثل يعني بعيده على نقاطنا يعني ما نسيطر عليه. يصير مثل نهر دياله او شيء. يعني ما تلحقون علينا هاين؟ اذا من الجسور او قريبه علينا يعني هسه من الجسر هذا الجسر يعني نسيطر عليه، الجسر ذاك الاخر بتعرف احنا كل جسر به نقطه. طيب. بس اكو يعني مناطق مثل نهر دياله. نهر دياله ما بي نقاط يعني مال نهري. سولفنا واحدة من الحالات اللي هي ظلت عالقه دائما تكون ببالك. قلت لك واحنا يعني الصعوبه الغواص يعني اول جثه ينتشلها. شنو انت يعني تعرف موقف عالق؟ هو قلت لك هو هذا الموقف يعني طلع الجثه بدون راس. وين هاي؟ في اي منطقه؟ منطقه ابو غريب نهر المالح يسمونها. هذه سنه؟ سنه 92، كنا توني متخرج يعني. من نزلت شفت الجثه بدون راس يعني صار عندي ارتباك تعرف يعني داخل المي ورهبه صير، واول جثه ما مطلع جثه ثاني قبل. طيب. احنا بالمناسبه يعني اي غواص مثل يطلع اول جثه يسوي مثل يعني ثواب، يسوي اكل او يعني يسوي غدا، وهذا الوجه يعني انجاز هذا فشيء. نعم. اي فاحنا قلت لك بالصعوب بدايه بس اول جثه شويه عانوا من الغواص. بعدها لا صارت اعتياديه. طيب اكو مثلا لحقتوا على بعض وهاي الانتحار؟ يعني ايه هواي يعني هذا من هذا الجسر يعني كل واجب بين واجب وواجب يعني واحد او اثنين. شو وقت اخر حالة صارت؟ قبل تقريبا يمكن 10 ايام او 15 يوم. بنية انتحرت مواليد 2003 من اهل السيدية. انا على الجسر؟ ايه شمرت نفسها من الجسر. وما لا طلعناها. ها يعني إيه؟ بس ما ماتت؟ لا ما ماتت، طلعناها عدل، موجود تصوير عندي. طيب ما عرفتوا ليش من سبب؟ مو اسباب عائليه يعني. احنا مو يعني عملنا هذا، احنا يعني ننقذ نسلمه للمركز، بعد هو ابو المركز يعني يدزون على اهلهم. المسائيه دائما تكون اكثر من الصباحيه؟ والله واحنا نفس الشيء، بس هو اكثر شيء لا يعني بالنهار. اي وقت الظهيره يعني تصير. طيب. شويه علينا لود، تعرف حوادث وسباحين. الله يحفظك، احنا والله حبينا نعيش اجواء سحور. الله يبارك فيك، كل الهلا بيك. وردين تشوف هذا الجهود وهذا العمل وهذه الخدمات اللي تقدموها اليوم، كيف بيها خطوره؟ والله هي خطوره، احنا قبل يعني اتذكر يعني كان عندنا صنف يعني صنف مالتنا بيه خطوره، يعني صنف الغواص والطيار نفس الشيء. الطيار عنده يعني وسيله يخلص نفسه، عنده مظله عنده، بس الغواص لا سمح الله اذا صار عليه شيء موت جو. نهائيا نهائيا موت جو. مثل لو ينزل الغواص بتعرف مثل هذا الجسر. نعم. القوات الامنيه كانوا يسوون سيطرات فوق. من يكملون الاسلاك يشمروه. هذا هذا الاسلاك مال الامريكان، هذا البي ار سي. هذا اذا تشلب بيك برا انت من الصعوبه يعني تفك نفس. كيف اذا تشلب بيك بالمي ومي جاري وانت مشوف يعني بعد تظل انت وشطارتك تشوف تدب ملابسك اول مره تشيك نفسك، يجوز مثل تشلب بدلتك مو بهاي العده مالتك. فايش اسمه الغواص اول ما يرتبك يدب الرجليتر مالته مال هو اول ما يرتبك يشمر هذا هو روحه بي هو ارتباكه ليش يقول لك لعد واحد يرتبك. اها. اي فالغواص اذا ما يتصرف يعني بعقله وهذا يعني يموت لا سامح الله. الله يحفظك ان شاء الله. الله يبارك فيك. واحنا ان شاء الله نشوف الايام القادمه كل هذه الحوادث وهذه المشاكل ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا. الله يبارك فيك. حياك الله. الله يحييك. مشاهدينا الكرام نبقى بسحور العراقيه، راح نرافق الابطال بكل قطعاتهم وبكل جولاتهم، خليكم ويانا. هذا البرنامج برعايه كليه التراث الجامعه. مشاهدينا الكرام نبقى بسحور العراقيه، راح نلتقي بساق زورق. اسم حضرتك؟ نفوس. صباح نسيم. حياك الله. شلونك؟ الله يحفظك. رمضان كريم علينا وعليكم. الطاعات نقعد يمك نروح. اي لا براحتك حبيبي. الله يحفظك. الله يحفظك حبيبي. القياده سهله صعبه؟ والله
القيادة بالنسبة للمبتدئ طبعا صعبة، بس بمرور الوقت وإحنا طبعا كليتنا دخلنا دورات وعرفنا يعني خفايا يعني السياقة بالنهر، إذا 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 كان ضد مجرى المي أو مع مجرى المي. أي. طيب يعني شنو المشاكل اللي تواجهها دائما؟ والله المشاكل إحنا أكثر شيء المياه بها يعني بها يعني أوساخ، فهي تأثر على المحرك. اي والله اي يعني تلتف على الـ على الـ تتعالجوها. والله يعني احنا اما نبتعد يعني ومرات هي تصير يعني يعني بين المي فتلتف حول المروحه. طيب. فنرفع المحرك ونوخرها. اي حلو شويه بس هاي الاعاقه. واجباتكم المسائيه افضل ولا الصباحيه برايك؟ والله هي كلها واجبات. كلها واجبات. كلها واجبات. شلونكم يا رمضان يا رمضان؟ والله الحمد لله والشكر. اليوم راح نسحر وياكم. هلا بيكم. جايبين سحورنا وجايين. احنا نجيب لكم. نعم والله. الله يحفظك. ما عليك زول. حبيبي. واجبكم مرتاحين ان شاء الله؟ والله الحمد لله والشكر. واجب بعد. اي والله. قد دوامك يكون؟ كم يوم دوامك؟ احنا دوامنا 24 ساعة. على مدار 24 ساعة. طيب وين اهلك؟ اني بيتنا بالحسيني. حياك الله. الله يحفظك. والنعم. الله يحفظك. رمضان كريم. رحم الله. يلا نستحر سوا مو تعفنا لا لا ان شاء الله. بارك الله فيك والله يحفظكم. الله الله يحفظك. اكيد انتم المعرضين للخطر 100%. اي طبعا ماكو عمل ما بيه اخطار، اي بس الله سبحانه وتعالى ان شاء الله هو الحافظ. هاي لازم تلبس النجاده؟ اي طبعا. بعد احنا ليش ما نلبسينها؟ والله انتم المفروض يعني. يلا الله يحفظك. حبيبي الله يحفظك. الله يحفظك. مشاهدينا الكرام انتقاله اخرى لبرنامج الجوله مع الابطال من منتسبية نجدة النهرية. سيادة العميد هذه دائما يكون عندكم جولات ليلية أكيد يوميا يعني؟ نعم نعم هاي يعني عملنا على مدار 24 ساعة يعني تجوال بين ساعة وأخرى. طيب. ساعة الرابط وساعة نتجول على طول النهر. طيب ممكن تعملون ندوات توعوية للمواطن العراقي من حد من ظاهرة الانتحار من المشاكل قلة النزول إلى النهر خلال يعني فصل الصيف؟ اكيد هذه مستمره وعندنا احنا دائره العلاقات والاعلام دائما يعني ننطبيها التوجيهات وننطبيها التعليمات والسيد المدير ايضا يوجه بهذا الخصوص ودائما عندنا احنا توجيهات بهذا الاتجاه. طيب اكو تعاون مشترك بينكم بين الجهات المسؤوله الاخرى مثلا؟ اكيد كل الجهات الامنيه اكو تعامل مشترك وغرفه عمليات مشتركه ونتبادل معلومات من والى حتى نقدم افضل خدمه. طيب خلي نجري لقاءات مع الشباب. السلام عليكم. قواك الله تعالي هنا خلي انا انزل لك. شلونك؟ قواك الله. رمضان كريم علينا وعليك. قبل الطاعات صحه وعافيه. اسم حضرتك؟ امجد. حياك الله. شلونك امجد؟ نعم الحمد لله فضيله. شنو واجباتك هنا؟ انا سايخ زبرق يعني. نعم. هاي عملكم اليومي؟ اي عملنا اليومي. شنو اخبار رمضان؟ عايش نعم رمضان حلوه؟ نعم فضيله. نعم فضيله من ربنا. اليوم راح نسحر وياكم على راسي ونعيش اجواء رمضان وياكم. على راسي. وين اهلك؟ انا بالمدينه. بالمدينه. شو اخبارك؟ والله نعم. اطفال عندك؟ اي نعم. الله يحفظهم. كم واحد عندك؟ عندي خمسه. ما شاء الله. زين. طيب كل اللي يشتغل اذا كان سائق او خلي انزل وياك حتى اسولف اللي يشتغل سائق زورق او جبل. كل واجب استمرار هذا يعني. طيب. هذا زين. انت دوامك 24 ساعه؟ اي نعم. يوميا؟ لا انا دوام يوم اقعد يومين. يوم؟ اي يوم. يومين. مرتاح ان شاء الله. نعم فضيله الحمد لله. وعملك ان شاء الله. نعم نعم. يلا يا بطل خذ راحتك قواك الله. نبقى مشاهدين الكرام مثل ما تشاهدون يعني اجواء صعبه يعيشها المنتسب في مديريه النجده النهريه. قواكم الله. شلونك؟ شو اخبارك؟ حفظك سلمك ان شاء الله. حياكم الله. رمضان كريم. مديريتنا الله يحفظكم. صحة وعافية. الله يسلمك. حفظك. الحماس والعزيمه. اشكرك. واجبنا هذا 24 ساعه. شو اخبارك؟ الحمد لله. الله يسلمك. حضرتك مفوض عصام جميل هادي. حياك الله. شلون اخوي؟ يا هلا وسهلا. اخبارك؟ يحفظكم. شلون عملكم واجباتكم؟ الحمد لله. مرتاحين؟ لا فقره السحور حتى نعيش اجواء السحور مع الابطال من منتسبي مديريه النجده النهريه عفوا. طلع المزور. المسلح مال الزوارق. نعم. بارك الله فيك. شلون اخوي؟ الحمد لله. وين اهلك؟ مدينة صدر. مدينة صدر. شو اخبارك؟ الحمد لله بخير. مرتاحين ان شاء الله؟ الحمد لله. الله يوفقك ان شاء الله بدون راحتكم. كفاك الله. تعالي هنا. تعالي هنا. اهلا وسهلا قلبي. عيوني رحمة الله يديك. رمضان كريم. علينا وعليكم. احنا قطعنا زاد عنك. لا على راسي. على راسي. الله يسلمك. حيا الله صدق. شو اخبارك؟ الله يحفظك. الله يخليك. رحمة الله والديك. رمضان كريم علينا وعليكم. الله يحفظك. على سيد معالي وزير الداخلية المحترم والقادة الأمنيين كلهم إن شاء الله ينعاد على العراق والعراقيين
بالامن والامان. حق محمد وال محمد. الله يحفظكم ويحفظ الجميع. هذا اقل شيء نقدمه لكم. لا على الراس. بارك الله بكم. ممنونين. الله يحفظك. تهنوا. الله اشكرك. اشكرك. بارك الله. خذوا راحتكم وتهنوا. سياده العميد خذوا راحتكم وتهنوا. نكمل لقاءاتنا ويا شباب. قواكم الله. شلونك؟ شو اخبارك؟ الله يسلمك. صحة وعافية للجميع ان شاء الله. هنا اموري عافيات. رحمة الله على والدك. احنا هذا اقل شيء نقدمه لكم. لا ان شاء الله خير. شلون الاجواء حلوة؟ الحمد لله بوجودكم. الله يحفظك. في دوي بارك الله فيك. السلام عليكم. سلام عليكم. حياك الله اخوي يا معبي. شو اخبارك؟ والله الحمد لله. سهل لك حجي؟ بعدك. الله يحفظك حياك الله. الله يسلمك. السلام عليكم. قبل الطاعات. صحة وعافية. شو اخبارك؟ الحمد لله. ان شاء الله بخير. ان شاء الله. الله يحفظك. يلا تهنوا تهنوا. شو نقول لكم؟ قواكم والله. يلا تهنوا شباب. هذا اقل شيء نقدمه لكم. بارك الله بكم ان شاء الله. الله يحفظكم. حياكم الله. حياكم الله. الله يحفظك. شكرا جزيلا. سياده العميد سوينا زحمه عليك. تصبحوا على خير. خذوا راحتكم. تصبحوا على خير. حياكم الله. مشاهدينا الكرام عشنا اجواء جميله مع الابطال من مديريه النجده النهريه. هذه الحلقه كانت برعايه كليه التراث الجامعه. انتظرونا في حلقه اخرى. اسمعها على خير. هذا البرنامج برعاية كلية التراث الجامعة.